وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهذا الحديث نقول فيه إذا جاء السبب الحقيقي القطعي من قبل الشرع أنه سبب قطعي فهنا يجوز، لأننا علمنا من قبل الشرع بالدليل القطعي أن هذا هو السبب، لكن لو قلت لولا الشيخ لما فهمت الدرس هذا سبب حقيقي لكن ليس قطعيا، فإنك ربما لو فهمت ما فهم غيرك، فليس عندنا مع كون هذا السبب سببا حقيقيا ليس عندنا القطع والجزم من أنه هو المستقل، فلا يرد علينا حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم من قبل الله أنه سبب في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فهو سبب حقيقي قطعي. لو قال قائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين بعد البحث في الآثار والأحاديث، لو قال قائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين لولا هديي لحللت، هذا سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع أنه ما منعه من التحلل إلا بما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله،